السلام عليكم، كيف حالكم يا جنرال؟ تكونوا كلكم طيبين. ابراهيم يوري معاكم واهلا بكم في القناه. فيديو اليوم حيكون فيديو انبوكسنج، زي ما شفتوا عندنا في الثمبنيل حنسوي انبوكس لكرت الشاشه 3080. فيلا نبدا الحين. شوف عندنا هنا الكرتون، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذا الكرتون، فنفتحه واوريكم. بس ما ادري كيف اوريكم، احطها على جهه ولا. المهم كحفت عليكم كذا حبه. انا مره متحمس اني اشوف كيف هطلع شكله كذا. والله حاطين الصندوق مره كبير، بس ما اعتقد قد كذا كبر كرت الشاشه. خلينا نفتحه بس دقيقه. عندنا هنا اول شيء الباكجينج والاشياء، والله ما ادري. عندنا هنا حقه الهواء، نايس. واخيرا كرت الشاشه، يا ربي يا كريم. بعد عندنا كرت 3080 RTX من MSI. دور الكرت هنا، والله كرتون كبير، والله من جد. والله حركات، والله راح نفتح الحين مع بعض ونشوف. والله شكله حركات، حتى اسمه سوبر سوبريم. هذا ولا ايش؟ سوبريم اكس. نايس والله، مره متحمس اني اشوف كيف راح اشغل فيه العاب، لاني قاعد شويه كذا واجه برفورمانس ايشوز. فان شاء الله هذا راح يحل لي المشاكل الان. خلينا نفتح هنا. يا سلام، شوفوا. اوكي، عندنا الباكجينج هنا. اوه، ام اس اي، انترستنج والله. ابغى اشوف كيف هنا حركات والله مسوينها. دقيقة، ايش فينا؟ انا متحمس ابي اشوف ايش في بالضبط هذا اول شيء، مع انه الحماس الاكبر هو في كرت الشاشة. طيب خلينا نشوف هنا. اوه كويس، حطوا كل الاوراق والاشياء هنا مرة واحدة عشان اللي ما تطفشك. كتيب بطيخ، كتيب ثاني، اوكي كل دعايات اليوم يعني. طيب نشوفها بعدين نهاية الحلقة، لانه ما هو الغرض من هذا الفيديو. والان نجي للشيء المهم اللي هو الكرت نفسه. خلينا نوريك كذا. الله، واو، ايش هذا؟ كانه في شنطة. هذه ماوس باد، هذه ماوس باد ولا تخيلي؟ كانها ماوس باد. انترستنج والله، ما توقعت تجي مع ماوس باد. فنجربها، نايس والله، اشياء فري، المجان كثر منه. فعندنا هنا كل شوي بوريكم، هنا الكرت محطوط مع شوية اشياء. حنطلع الكرت خلاص. خلاص جا الوقت اللي نطلع فيه الكرت. ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو كرت الشاشة 3080، نطلعه من علبته. يا ربي يا كريم، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. شوف قديش كبروا، يا لطيف. بسم الله، ما اقول يا لطيف، بسم الله ما شاء الله، بسم الله. عندنا كرت الشاشة 3080، قاعد اطلع فيه ثلاثة مراوح. من الخلف هنا ايش في كاتبين عليه سوبريم. فعندنا هنا واحد مدخل HDMI وثلاثة مداخل اللي هي الديسبلاي بورت. فنايس والله، هيكون هذا يدعم ال 4K وحركات. وعندنا هنا هذه نشيلها. فهذا شكل كرت الشاشة 3080 RTX. فواو، انترستنج والله، ما شاء الله شكله مرة حماس ومحمس مرة كبير. فان شاء الله حيكفي في الكيس. فهذا هو كرت الشاشة. خلينا نشوف الأشياء الباقي اللي موجودة عندنا. حط كرت الشاشة هنا. شايف في أشياء حاطينها غريبة، شايف حديدة هنا، ما أدري ايش شايف. شكله هذا عشان تمسك الاشياء في المذر بورد جوا. والله ماني داري ايش ده حاطينه، عشان هل هو عشان كبير مره حيطلع برا الكرت؟ لا كرت. خلينا نشوف بعدين هذه الاشياء، نشوف الكتيب ايش في اشياء هناك. وكمان ابغى اشوف ايش في الكيس جوا الكيس. يا ربي يا كريم، بسم الله ما شاء الله. هذا هو الكيس من الداخل. هل في جوا دائما، هل بيحط يمكن في هدايا جوا ولا حاجه شيك ما تدري؟ لا والله طلع فاضي، ما في ولا حاجه. ايش في الكيس كمان طالع فيه؟ عندنا هنا مكتوب change the game، ما ادري اذا باينه ولا لا. هنا change the game. من الخلف ايش في هنا؟ شفتم من الامام الى اليمين من الجنب RTX. انا عارف ايش في كلهم، اقول بشكلكم والله ما ادري. هنا عندنا جي فورس RTX 80، عندنا 3 فانز وبس. والله ما ادري ايش هرجه الحديد هذيك اللي هناك، 10 جيجا بايت ما عارف ايش. واعتقد ايوه كمان RGB حاطين. طيب حلو، انا صار احب ارجيك مره كثير. هنا مقارنه على السريع بين اللي هو 2070 و3080، ترى 3080 مره دبه، مره يفرق مره كبير فرق الحجم، مره واضح. كيف اوريكم من الجنب يعني قديش الكبر هنا، ترى يعتبر عملاق بالنسبه لي. والله العرض حقه مره كبير هنا، ما اعرف كيف اوريكم حتى. فهذا هو كرت الشاشة حق MSI اللي هو 3080، سويناه اليوم انبوكسنج معاكم. فأتمنى يكون عجبكم الفيديو، إن شاء الله راح ننزل فيديوهات كثير في الأيام القادمة. خلاص عندنا كرت الشاشة 3080، يعني لازم فعليا ننزل كثير، لازم مسح على القناة. فهذا هو مرة ثانية، فيعطيكم العافية، شكرا لكم على المشاهدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك، واشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوهات من ألعاب كثيرة، ونشوفكم في فيديو ثاني، ومع السلامة.